عاجل، خبير مياه مصري يفتح النار على الادعاءات الاثيوبيه المعاديه لمصر. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل، الرئيس السيسي والجيش المصري يعلن دعمهم للجيش الليبي امام الجيش التركي. وعاجل، الرئيس السيسي وملك البحرين يجتمعوا من اجل الوقوف امام سد النهضه. ننشر التفاصيل. وعاجل، مصر وليبيا توقعان عدد كبير من الاتفاقيات. ننشر لكم التفاصيل الهامة. وعاجل، مصر وروسيا توصلان لاتفاق حول التعويضات لأسر ضحايا عملية سقوط طائرة الركاب الروسية عام 2015. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، خبير مياه مصر يفتح النار على الادعاءات الإثيوبية المعادية لمصر. وفند خبير المياه المصري الدكتور نادر نور الدين الادعاءات الاثيوبيه التي تقول بان دول المصب هي المسؤوله عن فشل مفاوضات سد النهضه. وقال نور الدين في تصريح لصحيفه ار تي الروسيه: ليس بالغريب على اثيوبيا التي اعلنت رفضها لبيان مجلس الامن الذي حث فقط على سرعه استئناف المفاوضات والوصول الى حلول عاجله في مشكله المياه عصب الاقتصاد لكل دول العالم، والتي سبق لها أن انسحبت من مفاوضات واشنطن برعاية أمريكا والبنك الدولي، بما يدلل على عدم رغبتها في الوصول لاتفاق ملزم وذو مرجعية قانونية. ثم تدعي أن مصر والسودان هي سبب عرقلة المباحثات، وهي التي تأتي كل جلسة مفاوضات لتلغي ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الماضية. وأضاف: وهي نفسها التي خالفت إعلام مبادئ الخرطوم التي تدعي حاليا أنها تريد مفاوضات بمرجعية هذه المبادئ، حيث استبعدت المكتب الاستشاري الفرنسي والذي كان سيحدد قواعد الملء والتشغيل ويحدد الأضرار التي تقع على مصر والسودان والتعويضات المستحقة للبلدين في حال ثبوت وقوع أضرار جسيمة. وتابع: إما الاستخدام المنصف والعادل للمياه والتي تستشهد به إثيوبيا أيضا، فهو ينص في قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود على أن تقسيم المياه يكون في موارد النهر وليس مياه النهر فقط، أي التقاسم في الأمطار والمياه الجوفية والبحيرات العذبة وأماكن تجمعات المياه ومياه الأنهار نفسها، كما ينص على وجود الفرصة البديلة للمياه في بلد وعدم تواجدها في بلد آخر. وقال خبير المياه المصري: لذلك نجد أن إثيوبيا تحصل على النصيب الأكبر من موارد مياه نهر النيل، حيث تحصل على 1000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، وعلى 40 مليار من مخزون مياه بحيرة تانا، وعلى 10 مليار من مخزون بحيرة سد تاكيزي، وعلى 20 مليار مياه جوفية، وهي كمية هائلة مقارنة بما يذهب إلى السودان ومصر. كما أن الفرصة البديلة في إثيوبيا لا مثيل لها، حيث لديها 9 أحواض أنهار بإجمالي تدفقات 122 مليار طبقا لدراسة منظمة الأغذية والزراعة لعام 2012 مقارنة بمصر، والتي ليس لديها إلا نهرا وحيدا بلا روافد. وبالتالي فإن الاستخدام المنصف والعادل في صالح مصر والسودان بعيدا عن الأطماع الإثيوبية نافورة شرق إفريقيا للمياه، إلا أنها تريد الاستيلاء على المزيد من المياه التي تذهب إلى مصر والسودان، رغم أن الأمطار التي تسقط عليها تكفي كل احتياجاتها ولا تسحب أكثر من 3% من مياه أنهارها التسعة والمياه الجوفية. وقال: مع ذلك تريد إثيوبيا تخزين 75 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق على أراضيها أمام سد النهضة، إضافة ل 122 مليار رصيد 9 أنهار أخرى و 1000 مليار أمطار ومياه جوفية. نور الدين أضاف: على إثيوبيا أن تقرأ جيدا تفاصيل بند الاستخدام المنصف والعادل ووجود المياه البديلة في قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود، وأن تسأل نفسها ماذا تبقى من بنود إعلان مبادئ الخرطوم 10
بعد أن أفرغته من كل محتوياته ومنعت اللجوء إلى وسيط دولي طبقا للبند العاشر أو الاستعانة بمكتب استشاري دولي أو رفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات الثلاث أو بند التعويض أو بند عدم البدء في ملء بحيرة السد دون اتفاق بين خبراء الدول الثلاث أولا. مصدر معانا كان من أرتي، أحب أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وعاوز أعرف رأيكم في هذا البيان اللي طالع من الدكتور نادر نور الدين خبير المياه المصري، الرد الحاسم على التصريحات والتعنت الإثيوبي الواضح. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. زي ما احنا عارفين ان كان في حادث يعني مؤسف تسبب في ان في طائرة ركاب روسية سقطت عام 2015، فالآن مصر وروسيا يتوصلان لاتفاق حول التعويضات لأسر ضحايا عملية سقوط طائرة الركاب عام 2015، الطائرة الروسية. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ومصر توصلتا إلى تفاهم مبدئي حول التعويضات لأسر ضحايا هذه العملية الآثمة التي استهدفت طائرة ركاب كانت تحلق فوق أرض سيناء عام 2015. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان أصدرته ردا على سؤال حول القضية: تم منذ يوم 9 أغسطس العام الحالي استئناف الحركة الجوية مع منتجعي شرم الشيخ والغردقة المصريين، وتم وقف رحلات الطيران المدني من روسيا إلى مصر عام 2015 بعد هذه العملية في السماء فوق سيناء، والتي أسفرت عن يعني وفاة ركاب طائرة شركة جوكاليم أفيئة التي كانت تنفذ رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ. وأشارت زاخاروفا إلى أن إعادة الرحلات الجوية جاءت بعد عمل مكثف مع القاهرة عبر الوزارات والهيئات المعنية كان يهدف إلى رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية وحل القضايا المهمة الأخرى من أجل تسوية تداعيات هذا الحادث المأساوي. وأردفت زاخاروفا: جرى خلال المفاوضات مع الطرف المصري عبر قناة وزارة الخارجية الروسية إلى اهتمام ثابت لموضوع دفع التعويضات المالية لأسر الضحايا الروس الذين سقطوا بسبب العملية، ونتيجة للجهود المبذولة تمكنت السفارة الروسية في القاهرة من التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الشركاء المصريين حول هذه المسألة. المسؤولة الروسية أوضحت: يجرى حاليا العمل على التفاصيل الدقيقة لنظام تنفيذ المدفوعات التعويضية عبر قناة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونأمل في أن يتم تنسيق الاتفاقات المناسبة بشكل سريع مباشرة بين ممثلي المؤسسات السياحية المصرية وأقارب المتوفيين الروس. سنواصل الإسهام في ذلك لاحقا بكل الأشكال الممكنة. وسبق أن ألغى الرئيس الروسي بوتين يوم 8 يوليو سريان المرسوم الصادر عام 2015 حول حظر رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية على خلفية كارثة طائرة شركة جوكاليم أفيئة والتي كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ خلال تحليقة فوق سيناء، مما أدى إلى وفاة 224 شخصا في حادث وصفته السلطات الروسية بالهجوم المؤسف على يد الجماعات التكفيرية. مصدر معنا كان من RT. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل: مصر وليبيا توقعان عدد كبير من الاتفاقيات. وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وليبيا. وقع الجانبان مذكرة تعاون لمكافحة التلوث البحري وأثاره بين البلدين ومذكرة تفاهم للبحث والنقل البحري، ووقع على الاتفاقيات كامل الوزير وزير النقل محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، ووقع الجانبان اتفاقية ومذكرة في مجال التعاون في التجارة والصناعة والطيران بين البلدين. كما تم توقيع اتفاقية تعاون في المجال الزراعي ومذكرة تفاهم في مجال الحجر الزراعي. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الجوي. مصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام، ونتمنى إن شاء الله
الخير لليبيا وللشعب الليبي العظيم. مثل ما بعد الخبر آخر، وعاقل الرئيس السيسي والجيش المصري يعلن دعمهم للجيش الليبي أمام الجيش التركي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقش تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والعلاقات الثنائية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليميا ودوليا. كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلا عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل الإرادة الحرة له. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساعي حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، أعرب عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على التغلب على كافة التحديات الحالية التي تواجهه، وصولا إلى إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا. المتحدث الرسمي أضاف أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شكر الرئيس المصري في هذا الأمر صدور قانون الانتخابات مؤخرا، حيث قدر الرئيس السيسي في هذا الأمر صدور قانون الانتخابات مؤخرا على مجلس النواب الليبي باعتباره خطوة مهمة على صعيد تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وصولا إلى عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد بنهاية العام الحالي. الرئيس السيسي أعرب عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية، وذلك احتراما وإنفاذا لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقا من مبادئ السياسة المصرية قائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار. مثل ما بعض الخبر آخر، وعاجل الرئيس السيسي وملك البحرين يجتمعوا من أجل الوقوف أمام سد النهضة. وناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي. أكد ملك البحرين موقف البحرين المتضامن والداعم لمصر والسودان وتأييد كل ما يحفظ حقوقهم المشروعة وأمنهم المائي في نهر النيل، فضلا عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقا مع قواعد القانون الدولي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية الاستثمارية بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشاد العاهل البحريني بالتحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف على أعلى مستوى. مصدر معنا كان من RT، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.